ايه يا وحوش؟ تعالى هنا، عملته ايه يا وحوش؟ رحنا لصاحب المغسله، سلمنا له الشنطه، قلنا له الكلام ده يتنفس بالسنتي وبعدين اخلص. ده انا واصل استلام عادي. واصل استلام عادي كده؟ لا مش عادي، مفيش حاجه من اللي بتحصل ده عادي. كل ده ما هوش عادي. انا عايز اروح بيتنا. انا عايز اروح بيتنا. يا لطس اهدى يا لطس. احنا بدأنا المشوار مع بعض يا وحوش وهنكمله. يلا يلا نجيب البضاعه. يلا كاريزما الاول. تعال بستر من هنا، بستر من هنا. تعال تعال خش. معلم الجرجيري؟ ايوه المعلم الجرجيري، محتاج حاجه؟ المعلمه بتعه تسلم عليك. بتعه؟ بتقول لك عايزين نص رومي بطارخ. نص ايه؟ ربع كيلو؟ الله يزيدك. ربع كيلو اللي هو البطارخ، الجبنه الرومي البطارخ. رفيع ولا تخين؟ هي بتغلط في حاجه، البتعه ممكن تخلص علينا كلنا. قصدي البتعه دي امنا كلنا. على فكره، على فكره هي كانت طالبه حاجه مع البطارخ، بس انا مش فاكر دلوقتي، انا مش فاكر دلوقتي، انا مش فاكر دلوقتي كانت طالبه حاجه ايه. يا شمال اللانشو. ايوه حاجه حمراء. افتكرت ربع بستر. ايوه بتقوم ولا من غير توم؟ انا من التوتر مش هتتركيزي. مش هتاكل ايه من غير توم؟ بتقوم. لا لا البتعه بالتوم. بتقوم البتعه بالتوم. من غير بالتوم. البتعه بالتوم. البتعه بالتوم. ايوه يا اسطى البتعه بالتوم. ايوه يعني بتوم ولا من غير توم؟ بص هات 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 ربع بتوم وربع من غير توم، والغلط نبقى ناكله احنا. عندك جبنه ملح خفيف؟ وده وقت اما تشتغل العيال الاشتغاله دي. اشتغل ايه؟ راحوا يجيبوا شويه طلبات ويودوا الهدوم المغسلة. مش بقول لك قلبك بقى رهيف. العب العب. أخينا! الخمسة جنيه دي وقعت منك. خمسة جنيه عيش فيه دول. سمسم ولا من غير؟ والله ما عارف. مش عارف. مش عارف. والله ما عارف. ركز ابوس ايدك. ربع شريحة بس. اه والله اللبن ناقص الدسم اهو. ركزوا ابوس ايديكوا في رقبة واحد في الفريزر. الفلفل غرق العيون، الفلفل غرق العيون، الفلفل غرق العيون. اهدى بقول لك اهدى. البتاعة هتصبخ وشك. ان شاء الله مش هتصبخ وشك. نهرب. ما احنا هربانين اصلا. الفلفل غرق العيون. ربنا يحميك يا ابني، ربنا ينصرك يا ابني ويعدلك على القيد. حبوا سندوتشات، حبوا سندوتشات يا وحوش.